أحد لوقا الثالث. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الإنجيل لوقا هو الوحيد من الإنجيليين القديسين الذي يخبرنا أن المسيح أقام بأعجوبة الابن الوحيد لأم أرملة في نايين. نايين هي بلدة تقع جنوب جبل طابور في الجليل. في معجزة اليوم يقيم الرب الابن الوحيد لأم أرملة متألمة. يشعر الرب بألم الأم البائسة، لذلك هو قريب جدا منها، وكان العزاء الذي قدمه لها هو القيامة المعجزة لابنها. بهذه المعجزة يخبر الرب الأم وكل من قرأ المقطع أن الموت هزم وتحول إلى نوم. هذه الرسالة السعيدة تنقل لنا كل معجزات قيامة الأموات التي صنعها الرب. هذا هو الحال مع المعجزة الحالية، وكما مع ابنة يايروس ولعازر، مثل كل يوم الرب ينزل من الجبل حيث كان يقضي الليل كله في الصلاة ويبيت ويخرج من البيت مبكرا، ومعه تلاميذه يطوف المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. ولأن الجموع كانوا يفتشون عليه، فسرعان ما يتجمع الناس من حوله، وكانوا أحيانا يمسكوه لئلا يذهب عنهم. وبينهم من يريدون أن يسمعوا كلمة الله، وأيضا الذين يريدون أن يمسكوه بكلمة ليكون لهم ما يشتكون به عليه. ومعهم طالبوا الشفاء من المرضى والمعذبين من الأرواح النجسة. وإذ كان الرب قريبا من بحر الجليل طبرية، يمضي إلى شاطئه ويجلس، فإن الجموع التي احتجدت دخل إلى سفينة، ويقف الجمع على الشاطئ ويبدأ يعلمهم. أما في السبت فكان يذهب إلى المجمع أو الهيكل يعلم وينير البصائر. ولكن هذه المرة ذهب الرب من كفر ناحوم، حيث كان قد شفى غلام قائد المئة، جنوبا إلى مدينة نايين الصغيرة التي دخلت التاريخ لأن الرب صنع فيها واحدة من آيات محبته وتحنني على البشر. فلما اقترب إلى باب المدينة إذ ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. الموت نتيجة خطيئة الإنسان، احتقر الجدين الأولين آدم وحواء بطاعتهم أمر الله وأكلوا من شجرة الخير والشر. هكذا أظهر الإنسان أنه لا يحتاج إلى الله في حياته، لكن الله حياتنا ونور العالم الحقيقي. بعد أن أنكر الإنسان الله بخطيئته، أجبر على الموت، فقد النور الذي هو المسيح ووجد الظلمة. هل كانت مصادفة أن الرب وهو يقترب من باب المدينة تخرج منه هذه الجنازة متجهة إلى خارج المدينة حيث المقابر؟ وهل الرب مثلنا يسير دون أن يعرف ماذا ينتظره؟ الرب يتقدم، فهو الذي يبادر ويقرع الباب منتظرا من يفتح لكي يدخل إليه. ثم لمس النعش فوقف الحاملون تهيبا وترقبا، لأن فيه كانت الحياة،
فلمسة يده جعلت الحياة تسري في الراقد في النعش، ونفسه التي كانت في الهاوية تعود لتتحد بالجسد البارد. وهكذا هتف الرب في الميت أمرا: أيها الشاب لك أقول قم. أي سلطان هذا الذي يأمر ميتا أن يقوم؟ لعل الناس قالوا متعجبين إنه يخاطب ميتا، وكيف يسمع الميت؟ إنه نداء في غير محله، والرب يأمر ولا يطلب من السماء أن تتدخل، كما نعرف من غيرة رجال الله أصحاب المعجزات. جاء الابن الوحيد وكلمة الله إلى العالم لينقذنا من الشيطان والموت. إن الرب بصلبه وقيامته المجيدة أبطل الموت وأعطانا الحب والحياة الأبدية. إن رسالة الإنجيل المبهجة هذه هي إيمان كنيستنا وحياتها التي تتغنى باستمرار: صليبك يا رب حياة، وقيامة شعبك. مع محبة الأب بطرس ميشيل جنحو.